من أولى هذه المقومات حسن اختيار المسجد. كل هذه الصلاة أين تكون؟ في البيت ولا في المسجد؟ لا شك أنها في المسجد في بيت الله. وهذا المكان، هذه البقعة المباركة، لا شك في شرفها وعظمتها وحرمتها، لكن الأمكنة أيضا تتفاوت. فقد يكون المكان بعيدا، قد لا تتوفر فيه مواقف، قد يكون المكان صغيرا، المسجد صغيرا، قد لا تتوفر فيه التهيئة أو سبل التهوية المناسبة، قد تكون إضاءته أحيانا ضعيفة أو قد تكون مزعجة، قد تكون جماعة هذا المسجد من الناس الذين يعني لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب، هذا أيضا جانب قد لا يكون مريحا. قد يكون المسجد بعيدا عن مكان منزل مسكن الإمام مثلا، قد يكون في منطقة ثانية يعني تبعد 100 كيلو مثلا فيذهب يوميا، فقد لا يكون ذلك معينا له. وهذا أيضا الحديث يعني موجه للإمام الرسمي وموجه أيضا لإمام التراويح. بالمناسبة أحد الأئمة كان يستشيرني في يعني الإمامة في أحد المساجد، وأثنيت على هذا المسجد ثم استدرك وقال لكنه بعيد. قلت هذا أيضا جانب إيجابي، لأنك حينما يكون المسجد بعيدا عليك تفتر الهمة، قد يضعف الحماس إلى غير ذلك.